تابع لكتاب المسيطرون الحلقة الثانية، اتلوها على مسامعكم الكريمة. أخوكم الفقير إلى رحمة ربه، دويش محمد. أصل المؤامرة، هذا التحكم بالعالم هو ليس جاريا منذ 5 سنوات أو 10 سنوات ولا حتى 10 عقود، إنه يجري منذ آلاف السنين. عندما بدأت في رحلة الكشف عن كل هذا، لم أكن أعلم بأن هناك أمر يستحق الكشف سوى بعض الفضائح المالية والمؤامرات السياسية هنا وهناك. كنت أعلم بأن هناك شيء من التحكم يجري على المستوى الرفيع، لكن بهذا الحجم، يا إلهي، لا يمكن تصديقه. وأعتقد أن هذه الحقيقة ستصعب على القراء الأعزاء، والسبب هو أننا لازلنا متأثرين بالنظرة الرسمية للتاريخ. هناك نظرتان مختلفتان اتجاه الأحداث التاريخية التي طرأت منذ البداية. الأولى هي تلك التي نشير إليها بأحداث التاريخ العفوية، وهي النظرة الرسمية التي يتخذها معظم الناس. هذه النظرة تقول بأن جميع الأحداث والتحولات التاريخية الكبرى والصغرى حصلت بمحض الصدفة، وهي نتيجة مباشرة لظروف معينة كانت قائمة في تلك الفترات. الأحداث تحصل دائما وليس هناك معنى منطقي لها. نقطة الحذف، هذا ما يقولونه دائما. هذه النظرة هي ذاتها التي تسوقها يوميا وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية، والذين يدعون أنفسهم بالمختصين بهذا المجال. فبالتالي وبكل بساطة، نجد أن نظرة الأحداث التاريخية العفوية هي النظرة المقبولة لدى الجميع. أما النظرة الأخرى للتاريخ، والتي يشار إليها بأحداث التاريخ الناتجة عن مؤامرات، التاريخ الذي يعمل على مبدأ الفعل وردة الفعل، فتقول بأن جميع التحولات التاريخية الكبرى كانت نتيجة مؤامرات تم التدبير لها بعناية وحذر لتحقيق هدف معين كانت تلاحقه الجهة المتآمرة. حتى أن الأحداث التي تطرأ دون سابق قصد وتدبير يتم استيعابها وإدارتها، ومن ثم توجيهها حتى تتوافق مع رغبة تلك الجهة المتآمرة. هذه النظرة للتاريخ لا زالت موضوع سخرية عند الأغلبية، أما المؤمنون بها فيتم تصويرهم لدى العامة بأنهم مهووسون وواهمون. لكن يبدو أن الذين يعتبرون الأحداث التاريخية بأنها عفوية هم الأشخاص الذين لا يسألون ويتساءلون عن الأحداث التي تجري حولهم، ولا يولونها الاهتمام والتفكير العميق، أي الأشخاص السطحيون. أما الذين يعتبرون الأحداث التاريخية بأنها ناتجة من مؤامرات، فهم الذين صرفوا وقتا طويلا في التقصي والاستطلاع والتحقق من الأمور الجارية من حولهم، أي الأشخاص الواقعيون. ربما وجب علينا إعادة النظر في عملية تحديد من هو واهم ومن هو عقلاني. أنا على تمام الثقة بأنكم إذا صرفتم بعض الوقت في البحث والتقصي في الدلائل التي تشير إلى حقيقة أحداث التاريخ الناتجة عن مؤامرات وبعقلية منفسحة، فسوف تصدمون لذلك الكم الهائل من الدلائل الواضحة والصريحة. الحضارات القديمة المندثرة وظهور المدارس السرية. منذ زمن بعيد جدا، فإن المعارف السرية، الحكمة الأصلية، قد تم حجبها عن أغلبية الناس في جميع أنحاء العالم. وهذه العلوم السرية كانت من بقايا معارف الحضارات المتطورة
جدا والمندثرة منذ زمن سحيق، مثل حضارتي أطلانتس وراما الأسطوريتين. فالتطور التكنولوجي لهذه الحضارات المندثرة كان أكثر رقيا وتطورا مما نشهده اليوم، بما في ذلك قدرة التغلب على الجاذبية. هذه التقنية التي استخدمت للأسفار الفضائية كما لرفع أحجام حجرية عظيمة لبناء الصروح الجبارة مثل الأهرامات والأبنية المقدسة التي يمكن مشاهدتها حول العالم. لقد تلاشت هذه المعرفة المتطورة تدريجيا نتيجة لكوارث كبيرة حلت بالأرض وما عليها كالطوفان العظيم. ولكن مع مرور الوقت وعبر العصور المندثرة عادت هذه المعلومات المفقودة للبروز بين المنتمين للمدارس السرية الكبرى Great mystery schools. الذين قاموا بعزل أنفسهم عن بقايا البشر كي يحافظوا على هذه المعارف وتناقلوها عبر الزمن بواسطة تابعين مختارين بعناية. هؤلاء التابعون كانوا حكماء ومتصوفين، كما كانوا أيضا فقهاء وأطباء يعملون في شفاء الناس، وفلاسفة كفيثاغورس الذي كان كما يقال متأثرا جدا بحضارة درويج. Druid culture. درويج تطلق على الكهنة لدى قدماء الأنجليز، وتشير مصادر كثيرة إلى أن أفلاطون تلقى المعلومات عن أطلانتس بشكل سري من كبار الكهنة في مصر، وقد أدى كشفه لهذه الأسرار إلى حصول خلاف كبير في أوساط هذه الطبقة الكهنوتية الغامضة في ذلك الوقت. يمكن اعتبار هذه المعلومة الصغيرة والتي تم نشرها بالنصوص الفلسفية في تلك الفترة كمفتاح أولي يؤدي إلى حل اللغز الجوهري القائم. وحسب هذه المصادر، خاصة كتابات أفلاطون، يعتبر كهنة مصر من إحدى المجموعات الصغيرة المنتشرة حول العالم والتي انفصلت عن الكيان الأساسي الذي كان قائما. المجموعات الأخرى تتضمن كهنة التبت والفيدا في الهند والمايا في أمريكا الجنوبية وكهنة الدرويد في أوروبا والشمانيون الكبار في كل من أمريكا الشمالية وإفريقيا. وهذه المجموعات التي كانت مؤتمنة على حفظ وصيانة ما يعتبرونه الشعلة المقدسة القديمة، وهذا المصطلح يمثل الإلمام الشامل بعلم الكون، الفيزياء والعلوم الروحانية العائدة أساسا لأطلانتس وراما وغيرها من حضارات لا زالت مجهولة والتي أشير إليها أيضا بالتقليد The tradition. أو الأسرار The mysteries. وكانت تتلى أقسام وتعهدات صارمة بعدم إفشاء السر عن هذه العلوم التي سيتعرف عليها المنتسب الجديد إلى الكيان السري، وكانت عقوبة كل من ينقض هذا التعهد هي الموت تعذيبا وبالآلام الشديد. من المعروف جيدا اليوم بأن الكيانات المتفرعة من هذه المجموعات السرية هي قائمة حتى الآن من خلال منظمات مثل الماسونية التي لديها تأثير كبير بين أرقى طبقات النخبة الاجتماعية حول العالم. إذن فقد تمت المحافظة على السرية التامة من قبل هذه الجمعيات الخفية لتجنب الاضطهاد ولكي لا تقع هذه المعارف القوية جدا في أيدي من قد يستخدمها لغايات غير مستقيمة. لكن مع مرور الوقت تشوهت هذه المعارف وطمست واختلطت بشوائب من الأساطير والخرافات، حيث غالبا ما تناقلتها الأجيال المتتالية شفاهيا، كما كانت الحال مع الكهنة
السيليتيين، بلاد السيليت في أوروبا. The Celtic Druids. حيث تم تشفير جميع الوثائق المكتوبة فتحولت إلى رموز، ولم يكن يعرف كيفية فك الشفرة سوى الأتباع المنتقين بعناية. وقد حصلت اللقاءات بين هؤلاء الكهنة في جميع أنحاء العالم، وتمت المحافظة على السرية من خلال الرموز والشفرة السرية التي تشير إلى إمكان انتقائهم. ويتم تطبيق هذه الطريقة حتى اليوم بين المجموعات السحرية والمحافل الماسونية المختلفة. وفي النهاية، وكما هي الحال دائما، فإن عددا كبيرا من هذه المجموعات السرية، والتي كانت أولا عبارة عن أقسام فرعية من النظام الأساسي، بدأت تفقد بصيرتها الحقيقية وراحت تتخلى عن معتقداتها وأهدافها الأصيلة. وساهم التحريف التدريجي للشفرات والرموز التي مثلت تعاليمهم، بالإضافة إلى الخرافات التي أدخلت عليها، وكذلك ظهور الرغبات الأنانية في تباين الأهداف والمقاصد بين هذه المجموعات، وبعضها تطورت لتصبح منظمات سحرية أو حتى أديان كبرى أيضا. لكن هذا لم يجعلها محصنة ضد الوعي الشيطاني، مصدر النوايا الشريرة، الذي أدى إلى أن تصبح معظم الديانات العقائدية تقوم على سوء فهم للحقائق الأساسية الكبرى، حيث ابتعدت عنها تماما. تم تضخيم الاختلافات بين المعتقدات، مما زاد الشرخ أكثر وأكثر، وبرز الاهتمام بالاختلافات العقائدية والعرقية، بحيث أصبحت تشكل أولويات مهمة في الوقت الذي قللوا فيه من أهمية الأواصر المشتركة بين أتباع هذه المعتقدات. كل ذلك بسبب تحريف المعاني والمعارف التي هي أساساً من مصدر واحد، أصل واحد، فلسفة واحدة. ومع مرور الوقت وتطور الأحداث، فقد تفشى الوعي الشيطاني بين معظم هذه المجتمعات السرية، واستطاع أخيرا الإمساك بزمام الأمور وحكم عقول هؤلاء. وكانت النتيجة هي حدوث أبشع الكوارث المفجعة التي لا يمكن للإنسان أن يواجهها على الإطلاق. إن التاريخ البشري ولمدة آلاف الأعوام هو عبارة عن قصة الصراع على القوة والسلطة والنفوذ، سواء بين الإنسان والإنسان أو بين الإنسان والطبيعة. وتم فهم عملية البقاء على أنها دائما للأفضل والأقوى والأكثر ثراء، وهذا كرس الخلل وعدم التوازن، وأدى إلى النتائج المريرة المتمثلة في الحروب والاستعباد والاستبداد والاضطهاد، وتحقيق للسيادة المطلقة التي أتت من خلال النزاعات والغطرسة والمجازر بدلا من اللطف والوداعة والتعاطف. أدت إلى مرور عهود طويلة من الإقطاعية والطبقية الاجتماعية الظالمة التي تجلت بأسوأ مظاهرها وأشكالها، وللمحافظة بشكل مطلق وأبدي على ادعائهم القائل بأنهم يستحقون السمو فوق العامة. استخدم الحكام والملوك في الماضي أساليب لا تحصى مكنتهم من تحقيق أهدافهم، سواء عن طريق المكر والخديعة أو عن طريق العنف والقسوة. وقد وجدت الطبقة الأرستقراطية الحاكمة في أنحاء العالم أن إحدى هذه الطرق فعالية منذ ما قبل التاريخ وحتى عصرنا الراهن، تتمثل في السيطرة على الحكومات والأعمال التجارية والسلالات الملكية والدين، بالإضافة إلى إبقاء الناس في غفلة عن معرفة إمكاناتهم وقوتهم الحقيقية، كي يظلوا في مستوى المعرفة متدني، وإبعادهم منذ ولادتهم عن إدراكهم ما هي حقيقتهم الجبارة،
ذلك من خلال إلهائهم بشؤون دنيوية ثانوية والتلاعب بهم بواسطة برنامج تعليمي منظم يشمل جميع مجالات وجودهم، وإلى توجيههم نحو تسليم السلطة والقوة دائما وأبدا إلى حكامهم. وقد نجحوا بطريقة ما بجعل الناس يعتقدون أن هذا الوضع هو الطريقة الوحيدة للحياة، وليس لديهم أي ملاذ آخر، وقد أصبح من المستبعد جدا أن يحاولوا تغيير الحالة الراهنة. لقد تم تصميم النظام الحالي عبر العصور من قبل المجامع السرية الغير مستقيمة، وذلك كي يخلد هذا النظام القائم نفوذهم وثروتهم. وبما أنهم الذين أسسوا هذا النظام، فبالتالي هم فقط الذين يعلمون بكل حلقة في سلسلته المتشعبة، وهذا ما أبقانا في نير الاستعباد لمدة آلاف السنين. نقطة الحتم. واليوم لدينا شبكة عالمية للمجامع السرية تعتبر نفسها أنها تمثل العلوم السرية، ودافعهم الوحيد هو خدمة الشيطان بأساليبهم الشريرة والملتوية. إن هذه الشبكة من المجاميع السرية الهدامة والمسلحة بأموال طائلة جدا، بالإضافة إلى المعرفة السرية، قد برزت وازدهرت على أساس أنها الطبقة الأرستقراطية الأرقى في العالم، طبقة النخبة التي هي فوق الجميع. هم المسؤولون عن تنصيب الملوك وحتى الأشخاص المقدسين، كما أن الحروب كانت من صنعهم إن كانت دينية أو سياسية. لا زالوا يديرون هذه اللعبة عبر العصور منذ أيام الفراعنة والفينيقيين والإسكندر. وقد اكتسبت هذه الجماعات السلطة والثروة والمعلومات، واحتفظت بها عن طريق الحرب والاستغلال والاستعباد. أما في القرن الماضي فقد سيطرت على الأنظمة الاقتصادية العالمية، وبدأ عصر جديد من الاستعباد العالمي. وبشكل عام فإن هذه المنظمات السرية التي تقودها النخبة العالمية التي نصبت نفسها بنفسها على رقاب الشعوب أصبحت تعرف باسم الإخوان Brotherhood، حكام العالم الحقيقيون. سلالة عريقة من الحكام والملوك كانت ولا زالت تحكم العالم منذ بداية التاريخ. إذا تخلينا عن سطحيتنا المعهودة وتعمقنا قليلا في تفكيرنا، سوف نكتشف بوضوح أننا لسنا أحرارا أكثر من العبيد الذين كانوا يباعون ويشترون في القرون السابقة. ومن أجل من لا يعلم بهذا الأمر سوف أوضح هذه الفكرة أكثر، لكن من خلال مواضيع متتالية تحمل أفكارا مختلفة حاولت وضعها بطريقة متسلسلة لكي نستوعب الأمر بسهولة. خلال عيش حياتنا اليومية وقيامنا بالتركيز على أساسيتها المتعددة التي لا تنتهي، لم نحاول أبدا الالتفات حولنا والتأمل في الأمور بشكل أعمق لكي نخرج بالصورة الحقيقية للعالم الذي نعيش فيه. أول ما وجب معرفته هو أن هناك نوعان من السجن الذي يمكن من خلاله تقييد الشخص وحجز حريته: السجن المرئي والملموس الذي قد يعاني منه الفرد بشكل مباشر ويدرك أنه موجود، وهناك السجن الغير المرئي والغير الملموس وله تأثير أكبر وأخطر على الفرد لأنه لا يراه أو يشعر به أبدا رغم تأثيراته السلبية الكبيرة التي يعاني منها يوميا. إن ما ستتعرفون عليه من حقائق هو موجود في الواقع من حولنا ونراه كل يوم أمام أعيننا، لكن العجيب في الأمر هو أننا لم نتوقف للحظة ونتأمل في هذه القضايا، والسبب هو أن أحد لم يوجه انتباهنا لها. لهذا السبب أعتقد بأنكم ستنظرون إلى هذه المواضع في البداية على أنها سخيفة وبعيدة عن التصديق.
لكن مجرد أن تعرفتم عليها الآن سوف تتحول إلى وسواس في وجدانكم، وأعتقد بأنكم ستتفاجؤون للكم الهائل من المعلومات التي تعرفونها من قبل والتي تدعم هذه الحقائق، لكنكم لم تحاولوا جمعها في مكان واحد لتصنعوا منها قضية تستحق البحث والنظر الجدي. في الحقيقة إن معظم المواضع في هذا الكتاب ستطلق العنان لغريزة الفضول لديكم، وبناء على هذه المعلومات سوف تفتحون عيونكم على أمور كثيرة ومفيدة ومصيرية أيضا، والتي لم تنتبهوا لها أبدا من قبل. أول ما ستكتشفونه هو أننا شعوب العالم نعيش في قفص كبير كما الدجاج نقط الحذف، وأن كل ما نتداوله داخل هذا القفص هو ما نعتبره بشكل عام أنه رسمي ومحترم وحلال نقط الحذف إلى آخره، هو المنطق والصواب، بينما كل ما هو خارج هذا القفص يعتبر ما ورائي وسخافات لأنه غير مألوف لدى القابعين داخل هذا القفص. تذكر أن ما نعتبره ما ورائيا هو في الحقيقة يمثل الواقع بعينه، لكنه يقبع ما وراء القفص. بعد قراءة ما يلي والتحقق من صحته لاحقا على طريقتكم الخاصة، سوف تتفاجؤون لمدى الجهل الذي نحن فيه بالنسبة لما يجري على مستوى العالم. سوف تتساءلون كيف يمكن لهؤلاء المحللين السياسيين والمفكرين الاستراتيجيين البارزين الذين يرتدون البدلات الرسمية وعقدة الرقبة ويطلون علينا من شاشات التلفاز ومن خلال إلقاء المحاضرات وغيرها من نشاطات عامة، كيف يمكن أن تفوتهم هذه الصورة بكل أبعادها؟ لماذا يرهقون أنفسهم في التفكير والتأمل ويستنزفون قسما كبيرا من وقتهم ووقتنا بحثا عن أسباب المشاكل المستعصية التي تسود العالم وكل هذا البؤس والعذاب والظلم والموت إلى آخره، ثم يتحاورون ويتناقشون مع بعضهم البعض بحثا عن الحلول المناسبة لهذا الوضع العالمي الأليم؟ هل صحيح أنهم ورغم قدراتهم الفكرية المتميزة كما يحاولون الظهور بها أمامنا لم ينتبهوا إلى الحقيقة التي تتجلى أمامهم وأمامنا بوضوح؟ إن ما يجري على المستوى العالمي هو ليس بدافع العدوانية التي تكنها بلد لأخرى ولا طمع أحد القادة أو الملوك بثروات بلد أخرى. إنما يحدث من فقر وجوع والطغيان ليس ناتج من طمع الشركات العابرة للقارات بالمزيد من المال أو الذهب إلى آخره. خلاصة الكلام هي أن ما يجري من أحداث وويلات على المستوى العالمي هي ليست للأسباب التقليدية والمألوفة التي جعلونا نعتقدها، بل لأسباب أخرى لا يمكننا استيعابها قبل التعرف على الحقائق الواردة لاحقا، لكن يمكن اختصارها بالعبارة التالية: إن كل ما نشاهده اليوم من أحداث على المستوى الدولي هي عبارة عن إجراءات ضرورية تهدف إلى الإبقاء على الظروف المناسبة التي تمكن الأقلية من السيطرة على الأكثرية. الأكثرية طبعا هي شعوب العالم، أما الأقلية فسوف تتعرفون عليها لاحقا.